مساء الخير عليكم البنات. اليوم غادي نقدم لكم وجبه ديال العدس باللحم. لهذا غادي نحتاج 250 غرام ديال اللحم و450 غرام ديال العدس. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملح، البزار والتحميره والسكنجبير والخرقوم، شويه ديال المعدنوس، بصله محكوكه، واحد 200 غرام ديال لاصوص طماطيشه، معلقة كبيرة ديال الثومة، كاس صغير ديال الزيت البلدية، واحد جوج معالق ديال الزيت الرومية. غادي نوضع الطنجرة على نار متوسطة، وغادي نزيد جوج كيسان ديال جوج معالق ديال الزيت الرومية. غادي نخليهم يسخنوا شوية، ومن بعد غادي نزيد اللحم مع شوية الملحة باش يتقلاو فيه مزيان، تقريبا واحد 5 دقائق. من بعد غادي نزيد البصله باش حتى هي تشحر واحد شويه، ومن بعد غادي نزيد باقي العناصر وغادي نحركهم مزيان. غادي نضيف من بعد واحد لتر ديال الماء، وغادي نخليهم يطيبوا تقريبا واحد 20 دقيقة. من بعد 20 دقيقة غادي نزيد العدس نفس الشيء، غادي نخليه حتى هو يطيب تقريبا واحد 15 دقيقة. ثم كيف كتشوفوا من بعد 15 دقيقة النتيجة هي هذه. كنتمنى أن الوصفة تعجبكم، ونتمنى لكم شهية طيبة. ما تنساوش لايك